عادت الحمير إلى عدن، تجارة رائجة في ظل ارتفاع أسعار الوقود. لكن حتى الحمير قد تصبح بعيدة عن المتناول. تفاضل أسعار الحمير، يعني الحمار أصبح بـ70 بـ80 بـ100 ألف، ما حد يقدر يشتري، أبو محمد ما يشتريش. يغادر أبو محمد إلى أبين حتى يشتري حميرا بسعر أرخص ثم يبيعها. زي ما عندي أنا 9 عيال، من فين أكله؟ من فين أشربه؟ يعني زي حتى كمان عندك الرعشان غالي، هذا غالي، كل شيء غالي، من فين تعيش؟ وإذا رحت دورت وظيفة من فين دولة بيأكل ويشرب؟ كان استخدام الحمير شائعا بكثرة في عدن قبل استخدام وسائل النقل الحديثة، ولم يتخيل اليمنيون يوما أن تعود الحمير لحمل المياه والبضائع. هذا بفضل الله، ثم بالحمار هذا رزق موفر، كل شيء موفر. كلما ارتفع سعر الوقود كلما زادت مشقات الحياة وارتفع الطلب على الحمير. كلما غلى البترول وكلما زادت مشقات الحياة كلما طلب الحمير أكثر وأكثر. نصف دولار أمريكي تقريبا لتر البنزين، ثمن باهظ على اليمنيين بعد الانهيار الحاد في قيمة عملتهم. أنا اشتريت الحمار إنه الأوضاع صعبة، يعني ما مش معنا مي، يعني نطلع المي بالحمار، إذا ما مش معنا حمار ما يطلعش المي. تهملك معي 3 أطفال وأمي قاسي عندي وكرينتي. يغرق اليمن في أزمته المتفاقمة التي تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، وتعاني عدن على وجه خاص من أوضاع بالغة الصعوبة انعكست على حال سكانها ومظهر شوارعها الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين، بينما يتصارعون مع حكومة معترف بها دولياً.